اليوم بدنا نسوي زيت، نوع من الزيت، زيت اسمه كله زيت التفاح. هذا زيت التفاح بنتلقط من تحت الزيتون في اخر شهر 11، وبتدردس على الحجر وبنحط في المي السخنة. بدنا هالكيتة نسوي، نروح نلقط لنا شوية زيتون نسوي زيت التفاح. هذا زيت التفاح من التراث العربي الفلسطيني الكنعاني القديم الأصيل. هذا زيت التفاح بكو زمان يسووه الناس آخر الزيتون، يخبوا للناس الغاليين الغوالي زيت التفاح. لا بك زمان هدايا ولا بك إشي، هدية الفلاح شو هو؟ زيت التفاح، زيت التفاح ملتوتة شغلة عاملة، هي هدية الفلاحين. بده يروح يجيب لما كنتوش. زيت التفاح بكو زمان يجيبوه من روس الجبال، في غنية وإلى بتقول يا زيت التفاح من روس الجبال. وهي جبنا الزيتونات وبدنا ندردسهن. وهذا الزيتون زيت التفاح بيختلف عن زيت البدود، لا بدها شويه ولا بدها طش، لأنه مستوي وناهي والحبة بتكون فيها هيك بيطلع منها الزيت على السريع، مستوي على لما وجاهز. خلينا هكيت نبلش فيهن، بدنا ندردسهن على الحجر. هالكيت قاعدين احنا بندردس فيهن، قاعدين احنا بندردس فيهن، بننعم فيهن مشان نحطهن في المي السخنه. هاي لنا موجودات هان مهروسات وكل اشي تمام، هكيت بظل نحط عليهن مي سخنة. هكيت في المي السخنة شو بصير الزيت اللي جواهن؟ يطفح لفوق، وبنقول هيك وبنجيبهن بنديرهن وين؟ على الدريس. ها بسموه زيت التفاح عشان بيطفح فوق المي لما نحط عليه المي السخنة. في بلاد بيسموه زيت الهواء، في بلاد كل بلد بيسميه اسم. وهكيت هذا باعتبار جاهز للأكل. هكيت لو بدنا هذا نخليه لبكرة الصبح، بنيجي بنلاقي كل الزيت طافح على الوجه، صافي وقاعد وراشد، المي عشكة والزيت عشكة.